بديعة بتخرج من مكتب جورج بعد ما كانت مع أخوه وادته عنوانها، وطبعاً ما رضيتش تروح معاه الشاليه بتاعه في حلوان، فمسك ورقة العنوان قطعها. وهي خارجة قابلت جورج أبيض وهو داخل، وبيدخل المكتب وبيزعق لأخوه إنه ليه فاتح المكتب في غيابه، وبيسأله عن البنت اللي خرجت، بيقول له دي كومبارس، فبيطلب منه ينادي عليها وبيخرج يناديلها. وطبعا بتقول له هو أخوك عنده شاليه هو كمان في حلوان. وبتدخل لجورج وبيسألها أنت تعرفيني؟ وطبعا بترد أنت مشهور وصورك مالية المسارح. فبيعجب بيها وبيسألها بتمثلي؟ بتقول له برقص وغني وضحك وبكي، وبيقول لها تعالي جوه المرصح يا حمارة، وهي بترفض انه يقول لها يا حمارة، وبيخرجوا من المكتب. نجيب قاعد في مكتبه في شركة السكر، والموظفين اللي معاه بيقوموا يحطوا كل التسهات اللي معاهم على مكتب منسي افندي، وهو بيقوم يزعق لهم ويخليهم ياخدوا كل واحد شغله. ومنسي صعبان عليه نفسه وبيقول له كلها كام جمعة وهطلع من هنا، بس عاوز اطلع على رجليا مش على نقالة، بس اهم حاجة مكافئتي ومعاشي ما ينقصوش مليم. وطبعا نجيب بيقول له ده ظلم، وانا مرضلكش بالظلم وما يرضنيش الظلم، وبيأمر الموظفين ان كل واحد ياخد شغله. توفيق اخو نجيب رجع من الشغل وبينادي على سعاد تاخد منه الطربوش تشيله، وهي بترفض وبيسألهم انتوا ما حطتوش الغدا ليه؟ وبيسأل امه عن سزفت المشخصات المسخرة، وبيتكلم عليه انه مجرسه وبعت له واحد عايزه يتوسط له ويرجعه شغله. سعاد بتسأله عن الراجل، بتقول له ده عم عفيفي صاحب اخوك، ما كنت خدمت لها واحد زي ده لو دخل مكتبي يعرني. وترد عليه لو انا كده جيت لك مكتبك اعرك، ما انا شغاله قدامه هنا. ويوسف طبعا بيظهر وبيتنحنح على سعاد، وبعدين توفيق بيعترض على الاكل انه مش وبتنجان وسريس وبطاطس. امه بتقول له ما انت نسيت تسيب لنا المصروف الصبح، والحواله اللي اخوك بعتها سددنا بيها ديوننا، وانت بقالك 3-4 اشهر بتقبض، لا شفنا منك الابيض ولا اسود. بيبرر لها انه بيشتري بدل عشان هيئته، وانه اشترى هديه لوكيل الوزاره علشان يهتم بيه. ويوسف بيجي لها يطلب منها بنطلون جديد بدل البنطلون المقطوع واللي داق عليه. وتوفيق بيقول لهم انا رايح اتغدى بره مع زوم. وبيخرج جورج يسال على نجيب وانه وحش، ويوسف بيروح ياخد الاكل من سعاد ويقول لها سيب البتنجان انا هاكله يا عم. توفيق راكب الحنطور ورايح عند الباشا اللي معزوم عنده، وبيدخل بيقول له انا وصيت عليك مدير النيابه. وبتدخل عليهم شروت بنت الباشا وبتتعرف على توفيق، وبتشتكي ان باباها مش راضي يخليها تخرج، وبتتكلم مع توفيق عن الحرية وإن البنات في أوروبا متحررين وبيؤمنوا هناك بحرية الفتاة. بنشوف عبد القدوس ونجيب راكبين الحنطور، وبينزل عبد القدوس من الحنطور وبينبه على نجيب إنه ينسى موضوع الاستقالة، إنهم ما صدقوا يثبتوه في الوظيفة. ونجيب مش عاجبه الوظيفة والتقيد، وإنه عايز فن مرسح، وبيسيبوا عبد القدوس ويمشي علشان يروح المدرسة اللي شغال فيها مدرس. نجيب على القهوة هو وعبد القدوس، وبيجي لهم صديقهم دكتور اسمه جودة، ونجيب بيسأله انه بعت الجوابات اللي ادهاله ولا لا. فالدكتور بيقول له اطمن بعت كله والحوالة كمان. بيقول لهم الشركة عاملة حفلة وجايبين فيها ساحر فرنساوي ومعاه مراته بتقرأ الكف، وان هو عازمهم يروح الحفله وهيقطع لهم تذاكر. نجيب بيرفض، وعبد القدوس بيتحايل عليه انه يوافق لانه زهق من القصب وزهق من التدريس والعيال، بما ان اهاليهم بيزرعوا القصب فالعيال بيروحوا المدرسه وكل واحد شايل لبش القصب معاه.
فالدكتور بيقول لهم هحجز، وعلى فكرة فيها طنبلة يعني سحب على التذاكر. ونجيب بيرفض وإنه هيقعد يقرأ علشان لما عزيز يرجع يلاقي رواية نعمل بيها افتتاح للفرقة. عبد القدوس بيكلمه عن الأحلام فبيرد عليه يقول له سيبنا نحلم يا عبد القدوس. الدكتور بيقرر إنهم يروحوا الحفلة. المسرح عند جورج في بروفة الاستعراض، وبديعة بترقص، وجورج بيتفرج ومعجب ببديعة وبيقول لها انت كويسة بس لازم تلتزمي بتعليمات المخرج والحركة على المسرح. فبتقول له سيبك من الحركة والبركة، احنا هنقبض امتى؟ وجورج بيتهرب من موضوع الفلوس وان الفنان لازم يحس بالمعاناة، وبيسيبها لاخوه يحل المشكلة. فاخوه بيقول لها حين ميسرة، بتمسكه تضربه، فبيقول لها انت مرفودة، وبتسيبه تمشي. الساحر في الحفلة بيقدم فقرات خفة اليد ومعاه المساعدة بتاعته، وبيقوم واحد من الجمهور اللي شغال في شركة السكر مع نجيب وبيعرض عليه انه يقعد، فنجيب بيرفض. وبيجي موعد توزيع الجوائز وبينادوا على الرقم الكسبان، وبيطلع الرقم مع نجيب وبتقول له انت فزت بمبلغ 180 جنيه. نجيب لما بيسمع الرقم بيفتكر كل اللحظات السيئة اللي مرت في حياته وبيغمى عليه. بينقله نجيب البيت، عبد القدوس جايب له عصير قصب علشان يفوق، ولما بيفوق مش مصدق انه كسب 180 جنيه، وبتطلب منه انه يعد الفلوس ويوقع على إصابة الاستلام، وإنه هيديها 5% من المبلغ حسب شروط الجايزة. ونجيب مستغرب، وعبد القدوس بيقول له اديها 5% واديني أنا وجودة 10%. وجودة بيقول لهم مش عايز حاجة ليا، حلال عليه الفلوس كلها، وبياخدوا الفلوس يعدوها ويدوها نسبة 5%. يعني كده نجيب بقى معاه 171 جنيه. وبعد ما بيمضي على الاتصال بتقول له يلا هقرا لك الكف، وبيخرج الدكتور جودة وعبد القدوس علشان تقرا الكف النجيب وما يكونش فيه حد موجود. وبتبدأ تقرا له الكف وتقول له انت حظك زي غربان، هتكسب فلوس كتير، هتشتغل، وكل الدنيا تتكلم عنك ويشاوروا عليك، محظوظ في المال والمكانة، بس يا خسارة حظك قليل في حاجة، لا في ايدك ولا في ايدي، في ايد الاقدار. هتتعرض للقتل اكتر من مرة، اوعى من العربيات، هتعمل حادثة بعد عمر طويل، الله اعلم هتنجى منها ولا لا. قول قوم لاصحابك وانا همشي. وبيتكلموا عن الشغل وبتقول له خلي بالك من فلوسك، فبيرد أخلي بالي من فلوسي ولا من العربيات؟ أنت ربكتيني. بيكلم نفسه أخلي بالي من العربيات ولا أخلي بالي من الفلوس؟ لا 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 لا، أخلي بالي من الفلوس، الفلوس، أنا بقيت غني. وبينادي على عبد القدوس وجودة وبيقول لهم معايا 171 جنيه تفتح 3 فرق مسرحية.